انا كنت طالع في البيت اللي قدام الجار اندرسون، في كان الصبح لسه بدري، فلسه مكنش في حد قوي، فلقيت الستين دول قاعدين، فبان ان هم يعني جزء من السينري. زمان ما كانش يعني، او الاماكن العظيمه دي ما كانتش حاكره على ناس معينين، فكان الصوره فيها خليط بين العظمه بتاعت القاهره والبساطه بتاعت الستات دول. فبس فصورتها وبس. بس انت صورتها بكاميرا ديجيتال ولا صورتها بايه؟ لا، كاميرا كانون A1، كاميرا فيلم 35 مللي. ده حاجة قديمة جدا يعني. اه. وايه اللي بيخليك تفضل الكاميرات الفيلم عن الكاميرات الديجيتال؟ الكاميرات الديجيتال اغلبها البروسيسور بيبقى هو اللي عامل بروسيس للصورة، فالصور بتبان شبه بعض نسبيا، وبيبقى مرعوفية، الوضوح بتاع الصورة الطبيعية مبيبقاش موجود خالص، والجرين فبتديلك فيل مختلف خالص، صعب ان انت تطلعه بكاميرا ديجيتال. وازاي بتعرف تحمض حاجات زي كده؟ اظن الحاجات دي انقرضت، في معامل تحميض بتحمض لك؟ في دارك روم كايرو في وسط البلد بيحمض، في كده معامل تحميض، وفي صديق ليا بيجيب الكيميكالز وبيحمض، فبيساعدني في الموضوع. وانت بتحمض فين؟ اوقات في البيت واوقات في المعمل. فين في البيت؟ الحمام.